نرجع لحضراتكم نستكمل باقي فقراتنا. اتعودنا كل سنة ان اسعار اللحوم بتزيد وقبل عيد الاضحى بشكل خاص عشان الاقبال بيكون كبير عليها في فترة العيد، بس السنة دي ملاحظ في الاسواق ان الاسعار مستقرة وكمان في انخفاض بعض الانواع. طيب ده بيرجع لايه؟ يعني عايزين نقول ايه الاسباب، وهل الانخفاض ده راجع لانخفاض في حجم البيع ولا زيادة في الانتاج؟ وفي المقابل أسعار الدواجن هل تراجعت زي كل سنة ولا أسعارها ثابتة؟ كل ده هنعرفه من الأستاذ هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية واللي معانا دلوقتي على التليفون. أهلا بحضرتك يا أستاذ هيثم. أهلا يا فندم، وكل سنة حضرتك طيبة والشعب المصري والعرب بخير، وعلى هذه الأيام على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وحضرتك بخير وكل الشعب المصري بخير. عايزين نعرف بقى من حضرتك في البدايه كده متوسط اسعار اللحوم بانواعها في السوق. المتوسط اسعار اللحوم الموجوده الكندوز اللي هو عليه نمط المستهلك في المناطق الشعبيه من 130 ل 140، وفي المناطق الافرنج من 140 ل 160 عشان في امان وفي خلفي حسب قطعه والنوعيه بتاعت اللحم. طيب واضح كده ان الاسعار ثابته السنه دي، بس عايزين نعرف الاسباب. هل حضرتك شايف ان ده بيعبر عن زياده في الانتاج والاستيراد ولا المشكله في ضعف اقبال المواطنين على شراء اللحم؟ هو في استقرار فعلا في اللحوم نظرا لان الدوله تدخلت بكل قوه واستوردت عقول حيه من السودان بتبيعها في منافذ الدوله زي وزاره التموين والزراعه والجيش، عمل توازن في السوق شويه. طبعا مع حاله الركود اللي موجوده نسبيا بسبب الحاله الاقتصاديه، وانت عارفه ان انت لسه قبل امتحان ثانويه عامه والاقبال على الجامعات بقى بمصروفات عاليه وكده، فطبعا في حاله من الركود شويه هبطت اسعار اللحوم البلديه لان بقى في منافس ثاني اللي هي اللحوم المستورده اللي جايه من الخارج. طيب اسعار اللحوم البلدي لسه برضو عليها اقبال وسعرها مرتفع والمستورد بيمثل نسبه اقل قد ايه، وهل في فرق في الجوده ولا دي قناعه شخصيه من المواطنين في مصر؟ والله بالنسبه للحوم المستورده بتباع من 85 ل 90 جنيه، انما بقى الجوده اللي يحكم عليها المستهلك دي انا ما اقدرش احكم عليها، دي اذواق وامزجه. ايوه يعني هي عباره عن اذواق وامزجه، ولا حضرتك بما ان حضرتك محترف حضرتك خبره تقدر تقول الجوده في البلدي افضل من الجوده في المستورد ولا لا؟ طبعا الجوده في البلدي اعلى شويه طبعا، يعني زي ما عرفنا اللحمه اللحوم البلديه الجوده بتاعتنا احنا بسبب المرعى والميه والهواء جودتها اعلى طبعا من اللحوم اللي هي جايه من الخارج وكده. طيب افضل الانواع المستورده حضرتك بتشوفها منين وسعرها بيبقى كام؟ الدولة بتجيب من دولة السودان الشقيق والعجول السودان القريبة من العجول اللي البلدي، هي بس كل المشكلة ان هي بتعيش على مراعي طبيعية، كان زمان في السبعينات بيجوها كانت بتتعلي فيها تاكلها علفنا، انما دلوقتي بتتجاب وتتذبح واكلة مرمرة على بلدي وشربة من مية النيل، هي قريبة شوية للحوم البلدية. هل عند حضرتك إحصائية احنا استوردنا قد إيه لحد دلوقتي، والخطة لاستيعاب استهلاك العيد هيكون في زيادة في الاستيراد، وكمان متوسط السعر للمواطنين في العيد هيبقى قد إيه؟ أنا قلت لك متوسط السعر اللي موجود بالنسبة للحوم البلدية، قلت لك من أول 130. لا أنا بكلم حضرتك على اللحوم المستوردة، هل نسبة استيرادنا للحوم المستوردة هيكون في زيادة علشان الاستعداد للعيد؟ لا لا لا، هي الحكومة جابتها من دولة السودان الشقيق وطرحها في المجمعات في نفس الدولة من 85 ل 90 جنيه. وده السعر اللي هيستمر طول فترة العيد. اه، واصلا مناسبة العيد ده بيحصل فيها تدخل رباني، يعني بقى ربنا سبحانه وتعالى يعني الشيء بيطلع كده من كل فج عميق، هي دي مناسبة دينية وربنا سبحانه وتعالى يعني بيسر الأمور، واحنا الحمد لله في بلدنا عمرنا ما مرينا بأزمات بالنسبة للحمة أو كده أو بتاع بالنسبة لحالة العيد يعني. شكرا يا استاذ هيثم على وجود حضرتك معانا. بدانا العدد